كل المعلومات اللي ممكن تكون سمعتها عن الكائنات الفضائية كوم، والحلقة دي كوم تاني خالص، لأن صراعات الدول العظمى في موضوع الكائنات الفضائية أو الكائنات الأرضية بقى على المكشوف. ومن فضلك ركز قوي في كل تفصيلة في الحلقة دي. 1930، رحلة طيران تجارية عادية خالص معدية فوق صحراء في جنوب البيرو، ومرة واحدة بيلاحظوا رسومات غريبة جدا وعلى مساحات كبيرة جدا. الرسومات دي كانت حوالي أكتر من 2400 رسمة. الرسومات دي محدش يقدر يشوفها وهو واقف على الأرض. هي عبارة عن مجموعة كبيرة جدا وخطوط مختلفة جدا من النقوش اللي موجودة على الصحراء، والرسومات دي لازم ترتفع لمسافة عالية جدا عن الأرض علشان تشوف صورة مكتملة. والرسومات دي منها شكل الكائنات غريبة مش مفهومة، ومنها شكل تاني يشبه التكوين الفضائي أو الفلك بشكل عام، ومنها مجموعة كبيرة جدا من الحيوانات مجهولة المصدر، ومنها رسومات كتير أو نقوشات كتير لكائنات غير بشرية، وتقال بعد كده إنها لكائنات فضائية. وبعد ما اتحرك للمكان ده مجموعة كبيرة جدا من العلماء، اكتشفوا إن دي حضارة اسمها حضارة نازكا وتعود لآلاف السنين. الغريب في الموضوع إن ما كانش حد ابدا يسمع عنها قبل كده، ومجموعه الرسومات او النقوش دي اللي موجوده في الصحراء ما تاثرتش خالص باي عوامل تعريه معروفه على مر السنين، وفضلت زي ما هي وبنفس شكلها، وما كانش فيه اي تفسير واضح يا رسومات دي مرسومه ليه او بتعبر عن ايه. وبعد فتره طويله مجموعه من العلماء اليابانيين اكدوا ان الحضاره دي تعود لكائنات غير بشريه، ما بين انها كائنات فضائيه او كائنات ارضيه. والكائنات الارضيه المقصود بيها هم الرماديين، واللي ما شافش حلقه الرماديين هسيب اللينك في اول تعليق. وبعد سنين طويلة كل الادلة اللي قالها العلماء اليابانيين تم اثباتها فعلا، لحد ما ظهرت المفاجأة. اول متحف للكائنات الفضائية يظهر برضو في جنوب البيرو، وان الكائنات اللي لقوها دي متحجرة لكائنات غير بشرية، وصور هتشوفوها لاول مرة للمتحف اللي بيتم التعتيم عليه تماما، وكأنك مش المفروض انك تتأكد من المعلومات، وان اي حد ممكن يقولك انه شاف كائنات فضائية او كائنات ارضية غالبا بيوصفوا الشخص ده بانه متوهم وان الحاجات دي مش حقيقية. لحد ما تم تسريب الصور دي من المتحف وظهرت كائنات غريبة جدا، يقال ان الكائنات دي هي اللي رسمت الرسومات كلها بتاعت حضارة نازكا اللي كنت بتكلم عليها في أول الفيديو. كل الناس في كل القارات اللي قالوا إن هم شافوا كائنات غريبة أو أطباق طايرة أو أي حاجة غريبة زي الكائنات الأرضية أو الرماديين، كان دايما بيتوصف الإنسان ده إنه متوحد. وبعد شوية قالوا إن الأطباق الطايرة دي مجموعة من الدراسات والأبحاث الكتير جدا، وكان مصدرها الألمان في فترة حكم هتلر. لكن المتحف لما ظهر وظهرت الصور للنور، بدأت الدول العظمى تلعب على المكشوف. أولها الصين. الصين أعلنت بشكل رسمي إنها استقبلت إشارات من الفضاء، الإشارات دي لكائنات فضائية، وإنها حاولت تتواصل مع الحكومة الصينية، وإن حصل نوع من أنواع التعامل، لكن الصين ما قالتش معلومات أكتر من كده. وتاني حاجة كانت روسيا. متحدث عسكري رسمي في الجيش الروسي أكد إن خلال فترة وظيفته كانت كل التقارير اللي بتتكتب من القوات الجوية إنهم دايما كانوا بيلاحظوا وجود أجسام طايرة غريبة أو بيلاحظوا وجود كائنات فضائية، وإن فعلا الوكالة الفضائية الروسية تعاملت بشكل مباشر مع كائنات فضائية أو تعاملت بشكل مباشر مع كائنات أرضية. وهنا مش أشخاص عادية من المجتمع الروسي اللي بيقول ده، شخص موثوق فيه، بعد كده عالم فلك أمريكي. بعد ما وصل سن 70 قرر إن هو يسجل مذكراته إزاي كانت الحكومة الأمريكية على علاقة مباشرة بكائنات فضائية، وإزاي الحكومة الأمريكية كانت على علاقة مباشرة بكائنات أرضية اللي هم الرماديين، وإزاي المنطقة 51 كانت معمل كبير للأبحاث والاتصالات مع الكائنات الفضائية. وفي نفس الوقت عرض في الفيديو مجموعة نادرة جدا من الصور اللي يمكن يكون محدش شافها خالص قبل كده. والغريب دلوقتي إنك بقيت تسمع أخبار من ناسا إنهم بيستقبلوا أصوات غريبة طالعة من كواكب مختلفة أو من الثقب الأسود، وإن الأصوات دي هي لغة إشارة أو لغة اتصال مع كائنات فضائية. كلمة الكائن الفضائي فعليا مش جديدة، كل الحضارات القديمة اتكلمت عن وجود كائنات فضائية واتكلمت عن تواصل مع الكائنات الفضائية، لكن دايما الحكومات عمرها ما اعلنت بشكل واضح ان ده موجود، لحد ما ظهر دكتور وسيم السيسي من مصر واكد ان في دراسه بحثيه. الدراسه دي بتقول ان الاطباق الطايره اللي كان كتير جدا من الناس بتشوفها مش كذب ومش خداع، وان مجموعه كبيره من الاطباق الطايره دي لما كانت بتقع وتنفجر على مر السنين كان مجموعه من العلماء بياخدوا اجزاء من المعدن بتاعها ويعملوا عليها ابحاث ودراسات، وان الابحاث والدراسات دي اثبتت ان المعدن المكون للجسم الغريب ده او للطبق الطاير ده معدن غريب مش متكون على الارض او مش متصنع على الارض، وان
هو ده المعدن اللي استخدمه العلماء في وكالات الفضاء في صناعة الصواريخ اللي بتقدر تنطلق لخارج الغلاف الجوي وإنها تقدر تسبح بحرية في الفضاء. معنى الكلام ده إن الكائنات الفضائية موجودة وإن الكائنات الأرضية موجودة وإن الحكومات والدول العظمى بتتواصل معاهم بشكل مباشر. ممكن نكون إحنا أكتر تطور وممكن يكونوا هم أكتر تطور. فما تستغربش خالص لو قريت خبر اليومين الجايين في أي وسيلة إعلام عالمية ومن مصدر رسمي إن هيكون في اجتماع عاجل مع مجموعة من الكائنات الفضائية. سلام عليكم.